Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please. Pete, enough. Yeah, shut up, Pete. Hey, come on. You know what, Jimmy? Forget the school. The whole town should know about you. Allah. You're like the mayor. هذا اللي يفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بولي. في واحد يبكي في الخلفية فاعذروني، أعطيكم المقدمة. أول شيء أشكر كومنتاتكم وحماسكم معي في السلسلة. للأمانة نهاية الحلقة الماضية قلت خلاص هذه النهاية، ولكن الغريب في الموضوع أن النسبة ما زالت، يعني باقي فيه ميشنات. ما أعرف كم شابتر هذه اللعبة، ولكن راح أستمر فيها. صح أن ما عليها دعم، لكن طول ما أنا مستمتع وأنتم مستمتعين بإذن الله نكمل. وخلنا نرجع للي يبكي هذا. شوف سكت. طبعا اول ما شغلت اللعبه وهذا بوجهي للاسف ما افتكينا منها بسبب ان مسكنا واحد تحت. طلع لي يقول ايش فيه؟ شكلي دخلت ميشن. علقت اللعبه وتمسك الدب يا ولد. اقمع عليه خلاص. اتمنى الحلقه نالت اعجابكم يا شباب. ها ودنا نصور يعني. والله اني ضغط يا شباب. اوكي عندنا اللعبة، واضح انها بداية خير. طيب وين هذا اللي بيجينا؟ دقيقة خلنا نوقف نفس المكان. هذا اللي كان يبكي قبل شوي. بعدين ليه بدلوا لبسي؟ عشان بدينا شفتر جديد. ودي ابتديها بكلاس. كيف انا بادي الساعة 1 الظهر؟ هلا بي بسرعة قبل لا يدخلون الصف. تكفى 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 انا قاعد بالجلتش. وش الدوافير ذا اللي يركضون على الصفوف بسرعة؟ يلا خلنا نركض زيهم. مش من كلاس عندنا فوتوغرافي. حسبت اني مختم هنا. اوه لاست اسايمنت، اوكي اخر كلاس. طيب المدرسة طالبتنا ناخذ صور هنا في الملاهي. على طاري الملاهي، جاني كومنت يقول لي في لعبة سيارات موجودة في الملاهي، راح ارويكم اياها ان شاء الله. هذه مجرد ما تخلص التحديات اللي فيها راح يمديك تستخدمها. راح اجرب. طيب وصلنا الى الملاهي. في واحد الله يسر عليه قال بيخلص التحديات من غير تصوير، والدباب ما دباب بنشله. المهم سوي نفسك ناسي. الصورة في هذا المكان. فريك شو. يبانا نصور داخل هنا. دقيقة. حلو. ما شاء الله تبارك الله. انت رجال ولا؟ والله صعب تحديد ال. واللي بعده. طيب انت واحد ولا اثنين؟ وش المكان الغريب هذا؟ توأم الغريب. اوه وش يعني النقطة الصفراء هذه؟ يكون ادخل تحدي ضدهم. اي أيوة والله تحدي على دولار واحد بعد. ايوه مسجون في الغربة. باقي اخر صورة. وخروا. اوكي اخذنا حورية البحر وخلصنا. نرجع للكلاس. هذا الجو كارت اللي كتبوا لي عليه كومنت، لكن للاسف بما ان في ميشن ما اقدر ادخل. هذا وش هو؟ نفس المكان الظاهر. اي نفسه بس بالعكس. What you want from me؟ نسيت من عمك؟ شوفه يتحرش في الناس. زعيم وصل. وين ما يفرشون الارض برود. باقي بس هذول اللي ما سيطرنا عليهم. اوكي خلاص توكل على الله. I'll miss afternoon that we spent together. ما لومه والله، اساء الظن في المشن الاخير الحلقه الماضيه. هي تلمح في الكلام صراحه. في المشن هذاك يمكن اني سويت كت انا بس والله كانت تتلمح. يعني في يوم رجعت انا في الادت يعني بنت الذين اعطتها امل في الحياه. وبعدين كان عندها مشن. شوفي نظام طلبات ما يمشي معنا. ايوه وين رحت؟ جا فضول. هو طلعت الفضايح. خربيت ليلة واحدة وما قدر يستر على نفسه. ما
مصرع محبته. Wretched ogre Hattrick guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. لو تذكرون يا شباب في بداية السلسلة كانت فيه غرشة مطرشها شو اسمه مدرس الإنجليزي ويقول إيش المكان هذا الجديد؟ أوكي مرحبا بالمدينة الجديدة. يا أخي دقيقة خلنا نخفي هذا. أيوه الحين رونا المدينة الجديدة. يا سلام فيه اثنين بس ستيشن يرجعنا للمدرسة سريع سريع. المهم لو تذكرون في أحد بداية الحلقات أعطانا مدرس الإنجليزي القرشة حقه أو غرش وقال خبيها عند المدرسة، المدرسة الوحيدة اللي كانت تستر عليه وتعرف سالفته لو تذكرون، ورحت عند الباص ولقيتها عند الشايب وعطيتها إياه. فكيف الحين هي ما تعرف واستغربت انها تقول شو اسمه ساءت الاوضاع معانا امس وانه شريب ومدري ايش وما عجبني. اوه دخلوا مصحة المجانين. What the hell مدرس الانجليزي يقول وقت الزيارات خلاص انتهى. واضح ان النطة بتكون من هنا. اوه من الشجرة. اوكي يمين هوبا. بس انزل 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 قبل يشوفونك يا اهبل. من هذا السريع. اوكي الله يعين على المجانين. الحين destroy the status power source without being seen. كيف نكسر هذا من غير لا احد يشوفنا؟ اوكي جاي لهنا. يا هو كيف فهمني. اوه صار لعب بهذا. وربي من الخوف انه هنبطح. اللاعب اول مرة هنبطح عليه في الشريط. لازم اطفي الانذار. كان بال شو اسمه دقيقة. لا مش ترمي هذا. اوكي طفينا الانذار بعدين. اوكي وخروا هذا كيف ما ادري. سنيك تو فايند مستر قلب. الحين في اي غرفة حاطينا هذا ال اي هي علينا مصحة مجانين جنب المدرسة. وش تسوي هنا؟ هذا المدينة الجديدة. خلاص وقف يا لو هذا اللي تسمعون صياح. هذا هو. What on earth are you doing here? Miss Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. I really appreciate this. Yeah, welcome. Me too. I am so happy to have my galley bear back. Galley bear. $60. حبيب هذا أقوى ليمت وصلنا له الحين. You can count on me. خير ان شاء الله. مصحة مجانين انتبه مشن. لا والله الله يعينك الله يكون في عونك. يبغى يمسك المجانين وادخلهم غرفهم. الله يكون في عونك والله. يكفيني المجانين اللي عندي. ايش المدينة هذا الجديدة اللي كلها مصانع؟ مدينة الستينات. هذا العصابة شكلك ما تعرف اني رئيس العصابة هناك. اوكي خلنا نشوف المشنات اللي عندنا. فوق ما في اي شيء في المدن الثانية. كلها عندنا في المدرسة. هذا الأحمر وهذا الأصفر. خلنا بناخذ الأصفر اللي بوجهي. Making a mark. البوس يضحكون البوس. Jimmy, it's really funny. Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please. Pete, enough. Yeah, shut up, Pete. Hey, you know what, Jimmy? Forget this school. The whole town should know about you. Allah. You're like the mayor. هذا اللي يفهم. Leave your mark on City Hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. You girls wait here. يا بنات انتظروا هنا. لا قوية. Wait for me. رئيس من حقه يقول أي كلمة. يبقى المشكلة مش هنا يا شباب.
يا حبيبي لا تخلينا نادي اصغر باي سم سبري. يا شباب الطمع عشان الحين وده يسيطر على المدينه. قالوا لا انسى خلاص المدرسه سيطرت عليها. طيب كيف؟ والله اشتر شويه شو اسمه سبري وصير وصل الرساله للمدينه او رئيس المدينه او اي كان. عطنا سبري خلينا نشوف وش نهايتها مع جيمي. هذا شكلها مكان بيت شو اسمه كلايم ذا توب اوف سيتي هول. اي والله مركز المدينه هذا. اوكي بدت الاوضاع تدهور مع ابو هوبكن. هنا بدايه السقوط يا شباب الطمع. تصير عصابات المدينه كلها نفتك منهم. ليه تاج اون سيتي هول. يا سلام عليك. شوف المكان اللي اختاره بالورث ايز شيء كذا. شيت الشرطة جات ولا العرب العربان كلهم لا حول. يوتاج سيتي هول بالورث لس شيء كذا والله ما اوف ما فهمت. بس بالورث اللي هي المدينة. المهم ان الرسالة وصلت ما عليه. ابو هوب كان مدرك الوضع. دورية تنتظرني لو تسمحون والله. بس السيكل السيكل بس لو سمحت. اوه شوف الجمهور. اوه شايب هذا ما يتعب ولا ايش؟ ايوه لا. اوه يمدينا. السلام عليكم. في رساله ثانيه هنا ولا ايش؟ ليش الاكس موجود هنا؟ يا اخي نكبه النكبه حتى الشياب. اخ يا اخي اقسم بالله لا 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 ناخذ صوره ولا ايش؟ اي والله معني والله ما شفتك كاتب لي تك فوتو. ما سويت شيء والله. انت الخواف يا اخي اقسم بالله انهم يتحرشون. نرجع السكن. That's great. Listen, we've got a problem. I'm the king, Petey, the king. Whatever. You're king with a load of problems. I've only been gone a couple hours. What could have happened? All kinds of things. You remember that promise you made about restoring law and order and improving the school? Let's just say it ain't exactly coming true. Well, if anyone wants a fight, I'm right here. الله يكبر عليك. But trust me, everyone wants a fight. Listen, I gotta go. I'll talk to you later. اه طعم المشغول. الحين دقيقة بما ان الغرفة تزيد مع كل شيء. الحين وش راح يزيدوننا بما اني صرت الكينج؟ 75 و75 و75. ليش كل شيء 75؟ والتاون ريسبكت طلع لي المدينة الحين. كابتن هذه جديدة علي هذه كابتن. لو تلاحظون هذا اللي كنت اتكلم عليه في بداية الحلقة الأخيرة. هذا تقريبا انه زاد الله العالم من صرت الكابتن. والأبيض هذا يوم هزمت البيض. كلاس جغرافيا كلاس الفضائح. هات وش عندك. هلا في اخيرا هذه عطني فيها 50 ثانية يا ابوي. دقيقة خلنا نشوف البراشي. نقول بسم الله. قطر تين تين تين. ايجبت الاهرامات عمان. يا حي الله عمان. لا اله الله محمد رسول الله. ايران وسيريا. العراق اكبر. سوريا بالوسط وبعدين على يسارهم جوردن الأردن. اليمن الصومال ليبيا جنب مصر. وعندنا السودان مع الحدود المصرية. وعندنا تشاد. اثيوبيا جنب الصومال. دقيقة هو. وعندنا تونس فوق مع الجزائر قريب الجهة الأوروبية. هذا الكلاس الاخير. لا باقي كلاس واحد جغرافيا. والله شيء جميل انهم ضافوا. نرجع الى لبسنا. اشتريت ملابس كثيره انا بس للاسف ما تبين. لازم اني بعد ما اشتريها لازم اني ارجع في غرفتي ابدل. رئيس المتواضع الرياضي. شوف كيف معجبين كثير ما شاء الله. عندنا مشنات يمين ويسار وتحت مثلث برمودا. خلنا نروح يمين. لأننا من اهل اليمين. عندنا في هذه الجهه المكتبه. اخي قم. دقيقة هذا كأنه يبي يضارب. اوف خلاص رئيس النص حلقة ولا كيف؟ والله راح تندمون والله. الازرق اللي قبل شوي هذا اللي يتكلم قال انه في الساعتين هذه اللي رحت فيها الناس كلهم يبون يضاربونك من ليش؟ You're such a lame-o! Some king you turned out to be! Oh, how I long for the old days!
Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us. Get off! Did you piss yourself again, Algie? Ew. No, I swear. Algie. I spilled soda on myself. Soda? Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. الله يا رياضي ما انت بهين والله جايب بدلة رياضة وبينظف الفيران يا ليت تتغدى معليش برضه بيش شلق مرة واحدة نفلها معاهم ينظف حفلة حفلة والله يموتهم الظاهر صح يا حفلة الفيران لا نطلع لهم هلث بعد شلق هذا حق الصواريخ اللي يلحق ورا الفار عرفته حق الطائرات وفاء طيب البيض وش رايكم؟ والله مطلع هل الفار لا صورة فار بريء حاط لك اياها على اليمين رب انهم مزعجين هذه خايف فوق طالع فوق اما انت بعد تخافين عندي كلاس يا اخي عندي كلاس اخر اثنين محشورين هنا في زاوية مساكين شيك على الكراتين يمكن في فار باقي هناك زامن يا ويلكم اوه اذا عندك رسوم للجامعة متأخرة ولا شيء خبرني راح احاول اتعاون معاك الحين الشعب احترمني لكن الطلاب قلوا ادبهم اوه لا 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 قلت حياة ترمون انت اللي ترميني يا اخي انا بقول لكم وش سالفة وصلني جزاك الله خير وصلني السالفة ما فيها يا شباب انه لو تذكرون قاري ابن الذين واضحة واضحة هو الوحيد العاصي الوحيد اللي ليه الحين شو اسمه ما جبنا راسه فأكيد هو اللي جالس يجيب لي البلاوي هذا كلها عشان صرت الرئيس وهو اللي كان يبي يسيطر على المدرسة من البداية هذا ما هو بحرق والله اني ما اعرف انا بس واضحة يعني اوكي يلي كنت تسابقني في الحلقة الاخيرة what is smallest غير السؤال سبعة هذا غلط فيه بعدين في الإدت ركزت ستة نجحنا الحمد لله مئة وستين ستة سبعة واحد وعشرين ثلاثة وعشرين شيل يا مدير النجاح تركيز ألف الحين خلاص المثلثات هذه إذا ما حد فهمها ترى فيه مثلثين على اليمين كذا كبار عرفت يعني يحتون على مثلثين اثنين أو ثلاثة تكفى 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 عشان نجحنا يعني عشان نجحنا حاولت اخفي الكراشات حاولت قص بس ورب الكعبة يا شباب عانيت في هذه اللعبة طيب يا شباب نجحنا في الماث مرة ثانية عدت فاللي غبني اني ما خزنت مشانات كثير وعدت هذا الحين اللي لعبناها كلها لو لاحظتوا يا شباب مستر هاثرك هو مدرس مادة الرياضة شيتينج تايم شكل المشن هذا مع رسل والله له وحشة طلعنا من No, I suppose not, but life is unfair. You promised Ms. Phillips. Oh god. What kind of world do we live in where I get punished for a minor indiscretion and Hattrick gets away with taking bribes from his pupils? He does? Yes. He sells advanced copies of tests to the Oof. Sons of his rich friends. ياخذ منهم فلوس ويعطيهم نسخة من الامتحانات قبل الامتحان فالحين ظاهرنا بناخذ صور طبعا هنا مكان الناس او طلاب الاثرياء قلنا طلاب اثرياء ما قلنا طلاب اللي بيتصفقون او اللي بيتصفقوني ان شاء الله ما يمديهم يتسلقون تركت لي كم من كلب هناك تحت
You have my cash. ما عندي صرف. Quickly take photo. أيوة حلوين. ثلاث صور؟ ليش النسخ وين تتوزع؟ وين النسخة الثانية؟ أوكي عند الملعب. وأنا أقول الأسئلة الوقت ضيق، أشتكي لكم كل يوم بالسلسلة. طلع الوضع كذا براشيم. الشعب يخلص بسرعة لأنه ضامن، يبي الناس اللي تبرشم هم اللي ينجحون بس. خلاص حافظين أماكن الأسئلة. أما أنا أجي مسكين وأصور بس أبرشم في الجغرافي. حتى اليوم ما غشيت فيه. أيه بسرعة بسرعة بسرعة. القط القط يا حبيبي القط. مع الفلوس بعد. يا سلام. يا خفت يرد حقه في نهاية الحلقة هذه. يا ليل أم الليل. تكفى تكفى حياتي حياتي. تكفى يا رجال تكفى. أيوة ما شاء الله. Thank you see you in class. أجل ها ما انت بهين والله. كرشتك ما هي بطالع عبث. والله وصدناه يا الربع. والله وصدناه. يوزع براشيم مع الطيب هذا وله نسبة طبعا. شوف وجهه عود بالله. هات الفلوس هات الفلوس اللي معك. هات الفلوس هات الفلوس. الحين بيفضحنا بيقول جيمي هو اللي صادني وضربني وخذ الفلوس. على بالي جراند انا بوقف وقف اخذ فلوسه. بس جبنا الادلة الكافية ان نطير هاترك. ما ادري مدرس رياضيات واخصائي بنفس الوقت. ما ادري ليه له كلمة في المدرسة وبيطير هذا المسكين اللي جالس يشرب. شو بيخبر المدير؟ فكر بال شوف نظرة الثقة. What's this? It's that fat evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire him. What? You took pictures? And to think I trusted you, Hattrick? You're fired. But I Bye bye, fatty. And as for you, Galloway, there better not be anything to that drinking business. طرده يعني ولا خلاه؟ المهم ان طيرنا راس الثاني معه. هذه كانت حلقة اليوم يا شباب. اتمنى نالت اعجابكم. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية. لا تنسون لايك. اشكر من تسمين القناة وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.